هيئة الدواء المصرية واللي أصدرت منشور دوري رقم 20 لسنة لسنة 2021 بضبط وتحريز مستحضر بلاسيد تابلت لعلاج التهاب القولون من السوق والوحدات الحكومية، وده بناء على قرار اللجنة العليا للتفتيش في جلسة 3 أغسطس 2012 مع تسليم مندوب الشركة الأحراز بعد التعهد التام بعدم فض الأحراز إلا في وجود مفتش هيئة الدواء وموافاة الهيئة بالكميات اللي تم تحريزها.